أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم حل آخر تمرين في هذه السلسلة المتعلقة بأول درس خاص بنظرة داخلية وخارجية لهذا الميكرو بروسيسور إنتل 8086. وصلنا للتمرين الخامس. هذا هو التمرين الخامس. Exercise 5. Consider the following diagram. لاحظوا عندنا ميكرو بروسيسور يستعمل هذه الثلاث أسلاك RD bar معناتها read write WL و MEO bar. ولدينا أن سيركوي لوجيك يخرج لنا ثلاث مخرجات read memory معناتها يقرأ في الميموار write memory و read input output و write input output. سأقوم بقراءة الأسئلة ثم شرح المطلوب. Using logic gates draw the internal logic circuit of the selector box to activate the different output line. What are the advantages of this box? معناتها يطلب مني باستعمال لي بورت لوجيك رسم السيركوي الدارة الموجودة داخل هذا السيركوي. سؤال ثاني، ما هي إيجابيات هذا السيركوي؟ نعود إلى شرح الهدف من هذا التمرين. دونك من اليسار عندي ميكرو بروسيسور 8086 إلى 40 بات، لديها 40 سلك مخرجات ومدخلات. استعملنا من هذه المخرجات RD bar معناتها read la commande lire، write bar c'est la commande écrire، et MEO bar c'est la commande mémoire ou bien input output. لاحظوا يستعملون البار لأن هذه المخرجات تشتغل في الصفر، معناتها يسموها لوجيك نيجاتيف، معناتها لما تكون صفر معناتها هناك أمر، معناتها إذا أردت أن تعمل لير راح تكتب تكون هنا عند راح الميكروبروسيسور ينتج الإشارة صفر. كي حب يدير إكرير رايت راح ينتج الإشارة صفر. لاحظوا هذا الاسم M or EO bar input output bar، أنت هذا خيط يحدد نوع الطرف الذي يريد الميكروبروسيسور التعامل معه. احنا قلنا في الدروس الماضية أن الميكروبروسيسور يتعامل مع الميموار ومع لي بيريفيك دونتري سورتي، كل الأجهزة التي يمكن ربطها بالجهاز مثل لوحة المفاتيح، الفأرة، الكاميرا، الأقراص إلى آخره. إذا كي تكون هذه هي واحد معناتها يريد التعامل، لاحظوا أم مكتوبة بدون بار، معناتها كي تكون واحد معناتها هذا الميكروبروسيسور يريد التعامل مع الذاكرة المركزية لا ميموار سنترال. كي تكون صفر معناتها يريد التعامل مع لي بيريفيريك دونتري سورتي. هذا السيركوي يقوم باستعمال هذه ثلاث أسلاك وينتج أربعة دوال، أربعة مخرجات. أول سلك، ولاحظوا حتى هذه الأسلاك مسمية بالبار، معناتها حتى هي تشتغل عند الصفر، معناتها تستعمل اللوجيك نيجاتيف. أول نتيجة هي read memory معناتها القراءة من الذاكرة المركزية، لير أبارتير دو لا ميموار سنترال. W memory معناتها write memory معناتها الكتابة في الذاكرة المركزية. R E O bar معناتها read من un périphérique d'entrée sortie. Write E O bar معناتها الكتابة في un périphérique d'entrée sortie، مثلا الكتابة في الطابعة أو الشاشة إلى آخره. المطلوب إنجاز هذا السيركوي عن طريق طابل دو فيريتي اكسيتيرا، ونستخرج الدوال عن طريق طابلو دو كارنو. السؤال الثاني، ما هي ايجابيات هذا السيركوي؟ نبدا بالسؤال الاول وهو انجاز هذه الدارة المنطقية عن طريق طابل دو فيريتي واستنتاج الدوال. هذه طابل دو فيريتي، لاحظوا هذا البار لا تؤثر على طريقة العمل وإنما تؤثر في كيفية فهم الدالة، وهي أنها تشتغل في الصفر، وهنا الأمر يكون عند الصفر.
قمنا ب كتابة جدول الحقيقة. هذو هما المتغيرات، ثلاث أسلاك الأولى ام اي او بار، ريد ولا رايت، وعندنا ثلاث أربع نتائج، ريد في الميموار، رايت في الميموار، ريد في الاي او بار ولا رايت في الاي او بار. نحاول نفهم كل سطر، قمنا بكتابة جميع التركيبات الممكنة، توت لي كومبينيزون بوسيبل. نحاول فهم كل سطر، لاحظوا معي، زيرو زيرو في الام اي او بار واش معناتها؟ معناتها ما هو الجهاز الذي قمنا بتعيينه، هل هي الذاكرة ام الاي او؟ الاي او، لان في الصفر تشتغل لي بيريفيريك دونتري سورتي، الانبوت اوتبوت. لاحظوا الصفر في الار دي بار، معناتها احنا قلنا الصفر هو الذي يريد فعل العملية ماشي الواحد، معناتها عندما نضع صفر معناتها قمنا بالامر. لاحظوا صفر في نفس الوقت مع ريد وصفر في نفس الوقت اكرير، امبوسيبل، لا يمكن ان نقوم بامر كتابة وقراءة في نفس الوقت، اذا هذه الحالة غير ممكن. لاحظوا نقرأ الحالة الثانية، صفر صفر في الام اي او بار معناتها سيتم بيريفيريك انبوت اوتبوت كي سيليكسيوني. الامر اين يوجد؟ في لا ليكتور ريد. لاحظوا دائما الامر هو عند الصفر، اذا ماذا يريد ان يفعل في هذه التشكيله؟ يريد عمليه القراءه في ام بيريفيريك دونتي سورتي معناتها ريد اي او. انت سنضع صفر هنا لان الصفر هو الذي يدل على الطلب، والاخرون عندما لا اطلب شيء اضع الواحد. لاحظ هذه هي كيفية فهم هذا الجدول، معناتها بلوجيك نيجاتيف، عند الصفر يتم الأمر ويتم الاستجابة. نقرأ الحالة الثالثة، صفر في الام اي او بار معناتها يريد التعامل مع بيريفيريك دونت ريسورتي، والصفر عند أمر الكتابة رايت معناتها يريد الكتابة أين؟ في البيريفيريك دونت ريسورتي معناتها رايت اي او، إذا هنا رايت اي او سيريد ب يريد فعل هذا الامر، وحنا قلنا لوجيك نيجاتيف، سنضع الصفر هنا وباقي المعلومات تكون في الواحد معناتها لا يطلب شيء. الحاله الرابعه، صفر في الام اي او بار معناتها كيف يريد التعامل مع الاي او؟ لاحظوا واحد في الار دي واحد في الدبليو في ار، معناتها لا يريد لا القراءه ولا الكتاب، هذه الحاله غير ممكنه عندما نقوم بتعيين جهاز فذلك من أجل القراءة أو الكتابة، إذن لا يمكن تعيينه وتركه هكذا. الحالة التالية، لاحظوا ام اي او بار تساوي الواحد، دونك في هذه الأربع حالات كلها تساوي واحد، معناتها هذه الأربع حالات خاصة بالتعامل مع الميموري، الذاكرة المركزية، لا ميموار سونترال. نبدأ بأول حالة، يريد صفر في الريد معناتها يريد القراءة ويريد الكتابة في نفس الوقت، غير ممكن. الحالة التالية، لاحظوا يريد القراءة، الصفر عند الأمر ريد معناتها يريد القراءة من الذاكرة المركزية معناتها ريد ميموري، نضع صفر هنا معناتها يريد القراءة وباقي الخانات لا شيء، إذن لا أمر هو الواحد. الحالة الموالية، ما زلنا في الذاكرة المركزية والأمر هو رايت يريد الكتابة، إذا الأمر هو رايت في الميموري دبليو في ميموري، صفر هنا وباقي الأوامر لا شيء، إذا الواحد. الحالة الأخيرة، يقوم بتعيين الذاكرة ثم لا يطلب شيء، هذه الحالة غير ممكنة. إذا هكذا فهمنا هذا جدول الحقيقة عن طريق لوجيك نيجاتيف، احنا بالعاده نستعمل لوجيك بوزيتيف، عند الامر الامر يتم بالواحد، هذه المره في هذا التمرين بما ان المخرجات مسميه بالبار، هذا البار ليس عمليه نفي ما هو بل هو دلاله ان هذه الداله تشتغل باللوجيك نيجاتيف، هذا ما كان. نقوم بتبسيط هذه الدول عن طريق جدول طابل دو كارنو. لاحظوا قمنا بملء الجداول كل دالة وقمنا بالتبسيط، لاحظوا read memory bar
قمنا بتجميع بدو جروب، ان جروب اللي بالاخضر ان جروب اللي بالاحمر، وقمنا بالقراءة بطريقة عادية. دونك اذا تساوي ام اي او بار لو تو بار، لانه في الصفر، زائد ريد بار، وهذه ريد بار تقرأ عادية، البار لا يؤثر، تقرأ كأنها فاريابل. الدالة الثانية رايت ميموري بار، كيف كيف عندي جروب دو ان دو كات، هذا وهذا الجروب دو كات كي نقراوهم، هذا ام اي او بار زائد رايت بار. قل لي رايت بار راهي ثابتة في الواحد، نعم، إذا قرأناها كما هي، لم نعكسها، لم نضيف بار. قولي وهذا البار هذا هو جاي داخل في اسم المتغير وليس عملية نفي كما اتفقنا. ار اي او بار بنفس الطريقة، عندي جروب دو كات، مع هذا الجروب دو كات قراءه هو ام اي او بار زائد ار دي، ورايت اي او بار هو ام اي او بار زائد دبليو ار. هذه هي، وقمنا برسم هذه الدارة التي تستقبل ثلاث معطيات وتنتج أربع دول. السؤال الأخير، ما هي إيجابيات هذه الدارة؟ Increase the number of pin. وش معناتها؟ معناتها قمنا ب أوغمونتاسيون، قمنا بتكبير عدد كيفاش نسمو هذوك لي بات ومية لي بين، عدد المخرجات ولا عدد الأسلاك المتعلقة بهذا الميكرو بروسيسور. حنا كنا رأينا أن هذا الميكرو بروسيسور ماذا يحتوي، لاحظوا في الشكل تاعو العام الخارجي، فيه 40 بات، 40 فيش، 40 بروش، هذا هو العدد تاعو. قمنا باستعمال ثلاثة أسلاك فأنتجنا أربعة، معناتها شحال أربع، شحال أصبح عندي؟ أصبح عندي 41 بروش، معناتها قمنا بتكبير عدد الأسلاك، أوغمونتاسيون دو نومبر دو بات. هذا الإيجابية، إيجابية بسيطة. الإيجابية الثانية وهي الأهم، لاحظوا هذه داخلة في فهم كيفية تعامل هذا الميكرو بروسيسور مع جميع الأجهزة الخارجية، يقوم بتفادي إرسال الإشارات إلى جميع الأجهزة المرتبطة معه، معناتها لي بيريفيك دونتري سورتي والذاكرة. ما معنى هذا الكلام؟ سأقوم بشرح بسيط لفهم هذه الفكرة. في الحقيقة الميكرو بروسيسور هذا هو، بدون هذا السيركوي كيف كانت لتسير الأمور؟ هذه الذاكرة المركزية، ميموار سنترال، وهذا باقي لي بيريفيريك دونتري سورتي مثل الطابعة والكلافي والفأرة والديسك والأقراص إلى آخره، عدة أشكال لنبين أنها مختلفة. إذا في الحالة العادية عندي الأمر أردي بار، معناتها ريد، هذا الأمر يتم توزيع نسخة منه ولا ديفيزيون، كيفاش نقولوا ديفيزيون، إصدار نسخة من الأمر ريد إلى الذاكرة وإلى جميع لي بيريفيريك دونتري سورتي، هكذا يتم الأمر، هذا هو الأمر ار دي ريد. حنا قلنا في اللوجيك نيجاتيف معناتها ار دي بار، نبدل السيالة حتى لا كوموند إكرير رايت، يقوم الميكروبروسيسور بإصدار هذا الأمر في نفس الوقت إلى الميموار سنترال، ونفس النسخة تصل إلى لي بيريفيريك دونتري سورتي، هذه اسمها ديفيزيون، الأمر اسمه رايت إكرير، هذيك مبين. والأمر الآخر وهو الأهم أم إي أو بار، يصل سيصل إلى الذاكرة المركزية، ونفس الأمر سيتم إصداره إلى لي بيريفيريك دونتري سورتي. إذا عندما يريد الجهاز التعامل مع أحد هذه الأطراف فإنه سيصدر هذه الثلاث إشارات،
ام اي او بار تساوي الواحد، اذا فهو يريد التعامل مع الذاكره، تساوي الصفر، اذا هو يريد التعامل مع هذه باقي الاجهزه. ار دي بار تساوي الصفر ورايت تساوي الواحد، معناتها يريد القراءه لير. كاين معلومه ثالثه سيرسلها ايضا، عنوان المكان المعني بهذه العمليه، لادرس، هذه ما تحكلمناش عليه في التمرين، ما هو اشاره تخرج من الميكرو بروسيسور يسموه البيوس دادراس، العنوان. وهذا العنوان حتى هو تصدر نسخة منه إلى الذاكرة وإلى لي بيريفيريك دونتري سورتي. إذا هذه هي العملية الأصلية، هناك ديفيزيون، هناك نشر لجميع الأطراف في هذه الحالة بدون السيركوي اللي هذا وين رسمناه. قلنا عند استعمال تلك الدارة الكهربائية التي قمنا بإنشائها سيتم تفادي نشر هذه ثلاث معلومات إلى جميع الأطراف. كيف ستتم العملية؟ لاحظوا، سأقوم بطبع نفس الشكل أسفل الورقة وإعادة تصميمه. سأقوم بحذف جميع هذه الرسومات. إذا باستعمال هذه الدارة التي لديها كمعطيات ثلاث أوامر لير وإكرير وأم إي أو بار، ستصدر أربع أسلاك، واحد اثنان ثلاثة أربعة. لاحظوا الشكل، أر ميموار رايت ميموار، أر إي أو رايت إي أو، سأكتبها كما هي. إذا في هذه الحالة الإشارات المتعلقة بالذاكرة المركزية ميموار ستذهب فقط للذاكرة المركزية. لاحظوا، والإشارات المتعلقة بلي بيريفيك دونتي سورتي إي أو ستذهب فقط للإي. لاحظوا، هكذا سيتغير شكل التعامل بين الميكرو بروسيسور وباقي العناصر. هذا هو إجابة. إذن ليس هناك نشر، ليس هناك ديفيزيون لجميع الأطراف، معناتها كل طرف يستقبل الإشارات المتعلقة به. والأدراس ما حكيناش عليها، الأدراس ليست متعلقة، ليس لها دخل في التمرين، إذا تبقى هناك نفس المعاملة، تبقى هناك ديفيزيون. إذا تغيرت طريقة الربط بين الميكرو بروسيسور هذا وباقي الأطراف. هذه هي الفائدة الثانية. لاحظوا الحالة الأولى، كان الميكروبروسيسور ينتج إشارات تصل إلى جميع الأطراف الذي يتعامل معها بدون استثناء. الآن بهذا السيركوي أصبح يرسل الإشارات المتعلقة بالذاكرة لوحدها، والإشارات المتعلقة بلي بيريفيريك دونتي سورتي لوحدها. انتهينا من هذه التمارين، انتهينا من الدرس الأول، وهو نظرة خارجية وداخلية على هذا الميكروبروسيسور. في الدرس الثاني سنتحدث بصفة مفصلة على الذاكرة المتعلقة بهذا الجهاز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.